لقد فقدت بلادنا شخصية استثنائية بامتياز، فقيدنا العزيز الراحل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي لعب أدوارا عدة وحاسمة، سواء في المقاومة من أجل استقلال المغرب أو في المسارات المتعلقة بحقوق الإنسان دوليا وعربيا، مثلا بالنسبة لإنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأيضا على المستوى الوطني، حيث أنه كان هو في الواقع يعني الذي أوحى وعمل من أجل إنشاء منظمة مستقلة ألا وهي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كما لعب دورا أساسيا في البناء الديمقراطي وخاصة في التوافق يعني أو في حكم انتقال الديمقراطي التوافقي الذي لعب فيه دورا متميزا، وكان وزير أول متميز في عمله في تواضعه، وهذه الشخصية في تواضعها وفي قلة كلامها يعني حتى في صمته كنت تحس بقوة الفكر والعمل والتشبت بالثوابت المملكة وبروح وطنية عالية جدا نادرة. إذن شخصية استثنائية بكل المقاييس رحمه الله.